السلام عليكم كليان ديالنا العزاز، مرحبا بكم. كما كنوعدكم راه كل سيمانه كنجيبولكم لكم فيديو جديد. راه تبارك الله السلعه ديالنا هي هذه، تبارك الله يعني كاينه السلعه بزايد وكاينه السلعه العيد وكاينه السلعه تبارك الله داكشي يعني متنوع. ها انت خويا صور لهم هذه الجويه هذه. بالنسبه للعنوان ديالنا ان شاء الله باذن الله غادي ندخل لكم دابا مباشره للعنوان. حنا كنتواجدوا مدينه فاس مونفلوري واحد، جنبنا كاين شارع الكرامه، كتطلع حتى للراس ديالو كتلقى الفرماسيان الفضيله، قبلتها كاين واحد التساعه كيوقفوا فيها 207 واس، كتم جاي معها شي شويه كتلقى واحد المدرسه ابتدائيه معركه مغافر سميتها معركه مغافر. حنا المحل قبلتها مباشره مكتوبه فيه عواني ريان. مرحبا بالكليان ديالنا العزاز، ودابا غندخل لكم البرومو ديالنا ان شاء الله مباشره بسم الله وعلى بركه الله. جبنا لكم هذا الفيوز هذا تبارك الله في الشكيل ديال الخشب، شي حاجه واعره في الذهبي، شي حاجه روعه بالنسبه راه عود هيطر، شي حاجه تبارك الله مزيونه بزاف. بالنسبه للثمن ديالو راه داير تقريبا 150 عند عواني ريان، حصريا درنا لكم ليه 100 درهم 2000 ريال. جبنا لكم هاد الترموسات الحراره تبارك الله راهم متوفرين بكثره عندنا، جبناهم لكم دابا راهم موجودين. الثمن ديالهم درنا خليناهم لكم ب 100 درهم، راهم دايرين 130 درهم الواحد، درنا لكم اليوم 100 درهم. فيهم هاد اللوينات وفيهم لوينات اخرين، كاين الكحل كاين الوان جميع الالوان. وجبنا لكم هادو تبارك الله اللي لاقين اقبال كبير، راه الثمن ديالهم دايرين 150 جوج، حنا درنا لكم اليوم دابا يعني 100 درهم 2000 ريال، هذا زائد هذا، وكاين فيه الابيض وفيه الكحل. وجبنا لكم هاد العصاره ديال بريما، شي حاجه روعه ما كتسخن ما حتى شي حاجه، مسبال يعني حويجه مزيانه، راه دايره 180 درهم عند اواني ريان، حصريا درنا لكم ليها 130 درهم 2600 ريال. وجبنا لكم هاد الماس هادو بمناسبه عيد الاضحى تبارك الله، اينوكس بالشاقوره، وفيهم ها انت اربعه ديال الماس، وشاقوره هي خمسه، وقشاره البطاطا هي سته، والمبرد باش تبدي الماس، والمقيس معاهم حتى هو. وبالنسبه للثمن ديال هادو راهم دايرين 300 درهم عند اواني ريان، حصريا درنا لكم ليهم 230 درهم. وجبنا لكم هاد الفران تبارك الله، شي حاجه روعه ديال تركيا، شي حاجه مزيونه بزاف، الثمن ديالو داير 300 درهم عند اواني ريان 230 درهم. وجبنا لكم هاد اللعيبه ديال هاد التويشيه ديال الكوزينه ديال الكاغيط في الذهبي، وفيها الزواقات بزاف، راه حنا غير ما كنبغيش نكثروا عليكم. بالنسبه للثمن ديالها 30 درهم 600 ريال. وجبنا لكم هاد الميكسور هذا، شي حاجه روعه بالهاشوار ديالو بالغراف بالطراب البيض، فيه تبارك الله 1 2 3 4 5 البياسات. بالنسبه للثمن ديال هذا راه داير 250 درهم عند اواني ريان، حصريا درنا لكم ليه 180 درهم 3600 ريال. وجبنا لكم هاد الهاشوار تبارك الله، طحن في طحن فيها اللحم، طحن فيها اي حاجه، وفيها هاد اللعيبه ديال الثومه ولا الحمص ولا اي حاجه كتصلح. وبالنسبه للميسات فيها بزايد، الثمن الواط راه 2000 واط، والثمن ديالها ديما تبارك الله الثمن مخير دايرين لكم، راه دايره 300 درهم، درنا لكم يعني حصريا درنا لكم ليها دابا الثمن 165 درهم 3300 ريال، وراها متوفره موجوده. بالنسبه لهاد المونينيكس هادي تبارك الله، كاس ديال الزاج وكاس العطريه، والتحت ديالها لوين مزيون في الاحمر، الثمن ديالها دايره 300 درهم، درنا لكم ليها 140 درهم 2800 ريال. وجبنا لكم هاد الوحش هادي تبارك الله في حله جديده اينوكس، والكاز العطريه وتبارك الله تقول ثقيله و 8500 واط. وبالنسبه للاثمنه ديالها راه دايره تقريبا 500 600 درهم عند اواني ريان، ديما كنحطموا يعني الاسعار. بالنسبه للثمن ديال هادي دابا درنا لكم ليها 280 درهم، يعني تبارك الله راه متوفره كاينه موجوده. جبنا لكم هاد التويشيه هادي دايره 13 درهم 260 ريال. وجبنا لكم العطريه ديال تسعود، فيها هذه فيها سته، وفيها هذه المعلقات، وفيها ديال تسعود ديالها. بالنسبه لهذه 100 درهم، وديال تسعود 150 درهم، وتا هذه 150 درهم. وجبنا لكم هذه تبارك الله في اللون ديال الرخام، كاين الكحل وكاين الابيض، تبارك الله راه فيها سته القريعات وهادو خمسه، والثمن ديالها دايره تقريبا 250 عند اواني ريان، درنا لكم ليها 180 درهم 3600 ريال، شي حاجه روعه. وجبنا لكم هذا البقراج ديال الضو، دغلي ديال الضو ديال الماء، هذا راه تبارك الله جينيرال، شي حاجه معروفه، الثمن ديالو داير 100 درهم، والثمن الحقيقي راه داير في السوق 150 درهم. وجبنا لكم هذا مول 130 درهم، درنا لكم ليه 80 درهم 1600 ريال، يعني اثمنه جد مناسبه. وجبنا لكم هاد الطراب اللي ما كيعرفش شنو هي السخونيه، فيه اربعه ديال هاد البياسات هادو ديال باش كتخلط، وفيه السيبوره اللي كيوقف عليها، شي حاجه روعه، والماركه معروفه حتى ماركه مزيونه بريما، الثمن ديالو داير 180 عند اواني ريان 130 درهم. وجبنا لكم هاد التويشه ديال كنينيكس،
في الذهبيه شي حاجه بريستيج واعره 13 درهم. وجبنا لكم هذه العطريه تبارك الله فيها 3 6 12 القرعه، الثمن ديالها دايره 180 200 درهم، درنا لكم اللي احلى 130 درهم، وكاينه الصغيره ديالها 100 درهم. وجبنا لكم هذا الماس تبارك الله اللي فيهم يعني عيد دات بزاف، الا بقينا نحسبوا راه خصك فيهم الماس وفيهم المقوصه وفيهم هذا الشيء تبارك الله بزاف بالنسبه للثمن ديالهم، وفيهم قراده حتى هي، ها هي الثمن ديالهم 190 درهم 3800 ريال. وجبنا لكم هاد التويشيه هادي ديال الملحه والكمون شي حاجه واعره 25 درهم. وجبنا لكم هاد البراد المعدن الكبير 55 درهم، الكوك ديالها حتى ان شاء الله. وجبنا لكم بريد تبارك الله واعرين شي حاجه اينوكس 100% 80 درهم 90 درهم 100 درهم، يعني ديما تحطيم الاسعار 80 16% 18% 2000 ريال. وتبارك الله هادو في شي حاجه جديده عاوتاني 2600 ريال 130 درهم. وجبنا لكم هذا ب 110 درهم وهذا ب 100 درهم، يعني 100 2000 ريال 2200 2600 ريال. مرحبا بالكليان. جبنا لكم هاد التويشيه في الذهبي بريستيج شي حاجه واعره دير فيها الفواكه الجافه، الثمن ديالها 40 درهم. وجبنا لكم هاد الغلاي في الذهبي تبارك الله دير فيه اتاي اي حاجه لويزا شي حاجه يعني بزاف الاستعمالات 80 درهم. وجبنا لكم هادي تبارك الله ديال الزيت واعره ب 60 درهم. وجبنا لكم الكبيره ب 70 درهم. وجبنا لكم هادي ب 60 درهم. وجبنا لكم هادي ديال الزيت رشاشه شي حاجه واعره ب 30 درهم. وهاد القريعه الزيت 15 درهم وهادي ب 20 درهم. وجبنا لكم هاد القريعه الماء ب 50 درهم. وجبنا لكم حتى هادي قريعه الماء تيرموس حتى هي 30 درهم. وجبنا لكم هادي ب 60 درهم. وجبنا لكم هادي ب 15 درهم. وجبنا لكم هاد القريعه الماء ب 13 درهم. وجبنا لكم هاد الطويجنات هادو تبارك الله غير 13 درهم درنا لكم، ما نقول لكمش 20 درهم دابا يعني 300 ريال. وجبنا لكم هاد التويشه حتى هي 13 درهم. وجبنا لكم هادو 13 درهم. وجبنا لكم هادو تبارك الله في الذهبي شي حاجه روعه ب 260 ريال، الكويسات 6 دراهم. وجبنا لكم هاد الطراب هذا حتى هو تبارك الله فيه 4 البياسات 50 درهم. وجبنا لكم هاد ديال كنينكس في الذهبي شي حاجه بريستيج ناضيه الثمن 90 درهم وتبارك الله. وجبنا لكم هاد الميكسور هذا اللي داير 100 درهم درنا لكم ليه 70 درهم 14100 ريال. دابا غادي ندوز لكم ان شاء الله الجهه الثانيه. جبنا لكم هاد لي طاس في شكيل الرخام واعرين ثمن 80 درهم وهادو حتى هما 80 درهم. وجبنا لكم هادو ديال البلاطويات ديال الحوت الكبير درنا لكم ليه 100 درهم والميان 80 درهم. وفيه القياسات تبارك الله كلهم، راه ما كنبغيوش نتقلوا على الفيديو عليكم بزاف. وجبنا لكم هادو ثلاثه ديال البلاطويات بريستيج ب 80 درهم 16%، ثلاثه ديال الليمون ديال المسكوته 50 درهم. وجبنا لكم هاد التفصيل ديال التواز داتا ولا لاي حاجه 30 درهم، مرحبا بالكليان ديالنا. وجبنا لكم هاد التفصيل ديال 30 ب 25 ديال 36 ب 30 درهم. وجبنا لكم هاد العلاقه ديال النحاس شي حاجه واعره ب 100 درهم. وجبنا لكم هادي حتى هي جبنا لكم هادي درنا لكم ليها غير 90 درهم 18%. وجبنا لكم البقراج ديال 3 درنا لكم ليه دابا غير 80 درهم، وديال 2 ونص درنا لكم ليه 70 درهم، مرحبا بالكليان. جبنا لكم هاد البقيرجات هادو اللي دايرين 175 درهم درنا لكم اليوم 130 2600 ريال. جبنا لكم هاد البلاطويات بريستيج 45 درهم 900 ريال. جبنا لكم هادي ديال لاكلاص 13 درهم. جبنا لكم الطنجره الكرانيت واعره اللي دايره 7000 ريال درنا لكم ليها 170 درهم 3400. جبنا لكم هاد الطويجنات هادو في الذهبي السيبوره ديالهم 100 درهم. وجبنا لكم البانيني اللي تبارك الله شي حاجه روعه كبيره والثمن ديالها وكرانيت الثمن ديالها اللي دايره 250 عند اواني ريال 180 درهم. ثلاثه ديال البلاطويات كيمشيو كادو ولا للدار 100 درهم. المول اللي داير 60 70 درنا لكم ليه 50 درهم، جوج مولات مول كبير ومول صغير. جبنا لكم هذه دايره 13 درهم سيبوره ديال مسكوته. جبنا لكم هاد جوج بلاطويات واعرين تبارك الله شي حاجه جديده 120 درهم 2200 2400 عفوا. جبنا لكم هذا ديال الفواكه الجافه ولا اي حاجه كيتحط فيه طبصيل واعر بالرجيله 13 درهم. وجبنا لكم هذه الكبيره ب 20 درهم. وجبنا لكم هذه ب 15 درهم. وجبنا لكم القراده اللي دايره 30 40 درنا لكم ليها دابا غير 20 درهم. وجبنا لكم هذه دايره 18 درهم. ثلاثه ديال الكيسان ب 10 درهم شرب فيهم اتاي قهوه ميزان اللي داير 70 80 درنا لكم ليه 50 درهم. مرحبا بالكليان ديالنا. جبنا لكم هاد الشبيكه هادي واعره ب 20 درهم. جبنا لكم هاد المقص والموس ب 13 درهم وهاد الماس ب 13 درهم. المعالق اللي دايرين 30 درهم درنا لكم اليوم 13 درهم.
وهذا ديال الثلاجه كاين سقف الثلاجه ب 20 درهم وجبنا لكم هذا الطراب هذا الاينو عفوا هذا الدلاك هذا 13 درهم هذا البلاطو بلاطو بريستيج واعر مرايا ب 80 درهم وجبنا لكم هذا القراده 18 درهم وجبنا لكم هذا سميتو جبنا لكم هذا ليناب ها هما راهم موجودين كاين لوان بزاف الثمن ديالهم دايرين 200 درهم عند اواني ريان 130 درهم راه موجودين لوينات كاينين بزاف شبيك هاد الخبز 20 درهم 20 درهم 20 درهم 20 درهم 20 درهم وكاينه هادي 30 درهم وكاينه هادي 45 درهم شي حاجه واعره وكاينه هادي 20 درهم وكاينه المخاده ديال اللبن 11 لتر درنا لكم ليها 7400 370 درهم تويشيات بريستيج ديال الكاغيط الكوزينه في الذهبي 30 درهم ولا ديال الطبله ولا كديرهم فيما بغيت هادي اللي دايره 50 درهم درنا لكم ليها 35 درهم الماكينه الصابون راه موجوده 220 درهم شي حاجه تبارك الله روعه بالنسبه لهاد العجانه تبارك الله شي حاجه يعني شي حاجه زايده تبارك الله شي حاجه واعره الثمن ديالها حتى هو جد مناسب هذا راه اينوكس لاكس اينوكس فيها ثلاثه ديال اللي كيعجنوا واحد البيض واحد العجينه واحد عاوتاني هذا الثمن ديالها راه 8 لتر ونص بالنسبه للثمن دايره 1500 درهم عند اواني ريان حصريا درنا لكم ليها 900 درهم 18000 ريال وجبنا لكم هادو ديال الخبز كدير فيهم الخبيز هذه الصغيره شويه 110 درهم والكبيره اللي دايره 180 درنا لكم ليها 140 درهم مرحبا بالكليان ديالنا جبنا لكم هاد القلايه هوائيه تبارك الله شي حاجه روعه ماركه معروفه شي حاجه مزيونه بزاف بالنسبه للثمن ديالها راه دايره تقريبا 1300 درهم عند اواني ريان درنا لكم ليها 900 درهم 18000 ريال 8 لتر ونص وهاد الطبيصلات بريستيج 110 ديال الدراهم كبارين هادو شي حاجه واعره 6 طبيصلات بالسيبوره ديالهم وبالنسبه لهاد الشوايه تبارك الله محبوبه محبوبات الجماهير راه تبارك الله لاقيها اقبال كبير وراه حنا موفرينها للكليان ديالنا راه يعني كاين الكونتيتي العدد الثمن ديالها دايره 200 درهم في السوق عند اواني ريان 130 درهم 2600 ريال راه اينوكس شي حاجه اينوكس 100% راه معاها شوايه وقطبان كادو يعني شوايه وقطبان كيعطيوهم كادو تبارك الله شي حاجه روعه شي حاجه بالبطونه ديالها شي حاجه ناضيه مرحبا بالكليان ديالنا تبارك الله عندنا القطبان عندنا المماس عندنا هاد المضايه دايره غير 13 درهم عندنا تبارك الله هادي اللي كتسميتو باش كتزند المجمر 13 درهم عندنا تبارك الله هادو 12 الموس ب 400 ب 20 درهم عندنا هادي دايره 25 درهم ديال لاماكون